السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل مشتركين القناة وإخواتي وحبايبي وقرايبي وأصدقائي وكل المشاهدين والمشاهدات. النهاردة طبعا بصور لكم أفضل العربيات الموجودة في السوق المصري، وإحنا النهاردة في معرض سيارات عبد الله أوتو جنب مسجد الشرطة في الشيخ زايد. طبعا معانا تشكيلة مختلفة من السوزوكي وتويوتا والشيري والام جي وكل العربيات، طبعا موديلات 2024، وفي طبعا بعض منها 2023، هيونداي الاكسنت، نيسان الصني، النيسان السنترا، شوفرلي اوبترا والام جي 5 وستروين وتويوتا كورولا وكيا السبورتج وبعض السيارات طبعا عليه شويه فولفو وهيونداي. ودي معانا العربيه السوزوكي برضو السياز